اتفضلي يا عروسة. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعة، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك. الأكل عندكم أهو، عايزاكم تخلصوه كله. إن شاء الله. ألف مبروك. تسلمي. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع من يبارك فيك يا مصطفى. عايزين العيال تملى البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ جدعين. شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرك يا رب. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعة. متشكرين. تعالى يا رب كده نوصل هنا. أسبوع أسبوع إيه؟ نجملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزة اقعد معاهم شوية. مفيش شوية ولا شويتين، يلا يا بنت يلا. 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 تخلصي الأكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسة. ايه رأيك في الشقة؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصل انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزاني اصوم اثنين وخميس كمان؟ عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير. فجأة ظلمت في وش يا عم ونس. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طاقية لخفة وأطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما تعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو حبيبي يا معلم. عندنا في الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. بنتك فوق الأمير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل
مش هزار. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزاه. صح. بقولك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرايا راشا، ما تفك الحمد دماغك شوية. أنت هتقعد معايا في المطرح هنا. وهنا لا حكومة طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو تشبرني بقى، هروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين؟ امين. ايوه في ايه؟ غنوة؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ شوشو البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خفي حالي شويه، خفي نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش، ميته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوه. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. انا بس قلقت ادب وانت واقفه. انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاتنين من الكاميرين بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح الاسم كلنا. وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ ما تسلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش. وحياة ربنا ما عملنا حاجه. يلا يا بسرعه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شفتكوا عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. ارجعي يا بنت انت وياه، اسال تفتشوا. حاضر. الله يختم كويس، ما تكلموش مع حد. العربية على طول. يلا. يا ليلى 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 دخول عايش ليه وانا بيدي خبستولك، ودخول عايش ليه وانا بيدي طمتولك، وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه. اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك، انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي. ايوه انت غنيت علي. علي بس علي سالك فاهم؟ علي علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه، الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان، والله ما كلمته. معلش يا اخي، الله زميله مزنوق. الله معلش، ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ ايه يا علي؟ تعال. الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله. ياه
وعمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ لا في ايه؟ لا خير ولا شر؟ لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك. يا بنت طمنيني عليك، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقالها كده يجي سنتين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين، الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين، رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شوية يا حاج، أنا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. أنت بس فهميني وأنا هنفس. هقولك بص يا حلو، إحنا عايشين معاك لحظة بلحظة متابعينك وعارفين كل حاجة عنك، فأحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيت في الحارة بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين، هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم عجبك. بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش. والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ آه. والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو إمبارح كان عند خلمة. أنا كرشته. آه. تظهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه، أمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص، انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش. بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلوه قوي كده. الجو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. اه بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا منين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. قولي اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس، ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله. انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك. بس لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش
والأصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر أنكر كلامك حلو، وأنا مش عارف أقول لك لأ على حاجة. طب أنت بتضحك عليا، أنا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، أنا مش هتناقش معاك في حاجات تانية. اللي أنت عايزاه أعمله. حلو كده؟ ربنا يفرح قلبك ويقدرني إني أساعدك وأهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، ما بيصلي وما بيفوتش فرض، كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. مش بمل من القعده معاه، متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد. هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين، اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. يا سلام. انا عايز اقول دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا زي. الهامي؟ هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا، استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتحه هنا بحر، انت رايحه مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا، استغفر الله ربي واتوب اليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه؟ قول لي. ادخلي جهزي الزهر علشان ازهر. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زهر. ماشي يلا يا جزة. ايه يا قول؟ ايه يا عم؟ بنت دي وحش. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسلية. عسلية؟ عسلية؟ دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزر علشان أزهار. ما تيجي ندق الزر يا وحش. ادينا خرجنا يا فطور.
لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من عليك. انت يا بنت هبله، انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راشد. والله العظيم انت بتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سألني أقول له إيه يعني؟ مش فاهمة. لا ده أنت هبلة. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء. أنا بصلي ركعتين شكر لله. أصلاً ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني أنا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي بعد ما شفت انت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محمود؟ جبت الكلب اوعي تحلافه عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبع الجيل. يخرب بيتك. حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اه اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها يا اختي. دايما فاساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا وانا اترعبت، قلت لا وانا مالي ماليش فيه، رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف, أوف, أوف. دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجة، ده يا دوب هم تلات أربع أقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني علشان لو مخبية حاجة تعرفها عن الواد. اختي ايه السادية دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قال لي اللي زعلانة وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبة. أيوة بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى أكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا أو في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط. قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قطه، لو كانت هتوديني في 60 داهيه دي كل اللي حواليها لبش. وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو. واختها كمان. هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك
مش هروح معاه. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. انت دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ اه، جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لي ايه الحرباية يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوة ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاية على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيلة. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بتقولش كده بقى، ده هتتعود عليها. بص جوزها لما جه يسر عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على الولد التاني، اشيك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو، احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش، منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه، هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها، ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحة. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحة؟ دي فيها على الأقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري إيه بس؟ أنا ما بقتش بعرف أعمل أي حاجة من غير ما أصطبح. أصطبح؟ مش لاقي عليك خالص أصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي يا طنط، ازيك عامله ايه؟ عايزاك حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انتي عارفاها، مسافره بيروت وكانت محتاجه فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكله في تحويل الفلوس وحاجات كده، انا مش فاهم قوي يعني، بس هي اكيد هترجعهم لنا يعني. اوكي، اول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ اوكي. لسه برضه مفيش اخبار؟ لا مفيش. ان شاء الله خير. على يا روي. ليك تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا. اهو قدامي اهو. الو. انسي. تشكر يا عم على التوصية. عيب يا علوة ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانية واحدة. ايه يا كابيلو في ايه؟ البضاعة كلها ملفوفة وجاهزة، مش فاضل بس الإشارة منك يا كبير. طب روح جهز لي كاس. أوامرك. يا علوة ابن عمك معاك أهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاه.
هقول لك يا سيدي كل حاجه. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس. طب كنت عملت معاك قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش، وسلمني هو ابو هناء اعمل ايه البس طرحه. يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على العسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لقول يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. فتون. الله سمع الله لمن حمده.